فوالا حبابنا، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ كل شيء مزيان؟ كل شيء مليح؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كل شيء على خير وبخير، وتكونوا على احسن ما يرام ان شاء الله يا ربي. فوالا حبابنا، اليوم ان شاء الله جبتكم واحد العرض جميل جدا جدا جدا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واكيد وني متاكد 100% وعندي اليقين 100% بلي ان شاء الله هذا العرض اللي جبتو لكم اليوم كما ولفتكم يعني ديجا غادي يعجبكم ان شاء الله. فوالا هذا العرض هذا ان شاء الله هو عباره عن هاتف من نوع اوبو. فوالا اوبو 54 كما كتشوفوا معايا، هذه هي الصوره تاع التليفون هذه. فوالا بالنسبه للتليفون راه ماشي جديد، يعني التليفون بون اوكازيو ولكن نقي 100%، يعني تليفون كونفيونس ما فيهش غرام تاع الديفو. انا هذه هي اللي تسالوا عليا وهذه هي اللي ديما كنبازي عليها. حنا عرفنا بزاف نتاع الناس بحال شويه معقد كما قلت لكم ديجا من 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 البون اوكازيون، يعني كيقول لك انا اللهم نديها جديد باش نشري وانا مرتاح، يعني ما فيه لا ديفو لا حتى حاجه. يعني حتى انا راه الحاجه لو كان ما تكونش يعني نقيه 100% بربي كما نقولوا عليه حاجه منها، لو كان الحاجه ما تكونش نقيه 100% راني انايا ما نقدمهاش لكم هنايا في القناه ديالي. فوالا بالنسبه للتليفون نتاعنا هو هذا، وغادي يكون مع واحد الكادو واعر بزاف، حتى هو غادي يعجبكم ان شاء الله، غادي يعجبكم بزاف بزاف. وبالنسبه للثمن حتى هو غادي يكون ثمن واعر، غادي يكون ثمن نقص. اول حاجه يكون ثمن نقص الثمن اللي كيتواجد في السوق، يعني الثمن اللي كنحطو للكليان ديالي هنايا غادي يكون ناقص على الثمن الحقيقي نتاع التليفون في السوق. يعني تقدروا تدخلوا مثلا الفيسبوك تعرفوا الثمن تاعو الحقيقي في الكازيو، كنهضر على الكازيو. اما هو في الجديد دار 180000، في الكازيو كاين اللي داير له 150، كاين اللي داير له 145، كاين اللي 140. انا غادي نقص على هاد الاثمنه كاملين اون بليس، نقص هذه اول حاجه الهديه ديالي لكم اون بليس. نزيد نقدم لكم واحد الهديه كشكر للمتابعين ديالي على داك الدعم اللي كدعمونا. فوالا الا كنتي اول مره نتايا كتفرج في القناه ديالنا، كنطلب منك انك تابوني عندنا في القناه وتكليكي على الجرس ودير جيم وتبارطاجي مع لي زامي ديالك. هاد الشروط هذه هي الوحيده اللي تخليك انك تستافد حتى انت من هاد العروض هذا، يعني باش تدي مثلا تليفون ثمن ناقص على الثمن الحقيقي ديالو. اون بليس كنزيد نقدم لك واحد الكادو، يعني واحد الهديه اللي نقدمها لكم حتى هي كشكر لكم. يعني خاص ضروري حتى نتايا تكون معاونا في القناه، مساعدنا، تكون كليكي على الجرس وتكون ابوني لنا في القناه وكدير لنا لي جيم ولي كومونتير زوينه وكتبارطاجي مع لي زامي ديالك. بو بالنسبه للتليفون ها هو، غادي نوريكم يعني نفتح التليفون ونوريكم الداخل كي داير، ونوريكم حتى كسميتو حتى الهدية اللي غادي نقدمها لكم ان شاء الله. كنتمنى تنال الاعجاب نتاعكم واكيد ان شاء الله غادي تعجبكم. بو يلا نشوف نفتحوا التليفون ان شاء الله. فوالا حبابنا، كنعاود نرحب بكم في القناه ديالي ان شاء الله في فيديو جديد نتاعنا ان شاء الله. بالنسبه للتليفون كما كتشوفوا معنا ها هو قدامكم، غادي ان شاء الله نفتحوا ونشوفوه، نشوفوا الشكل ديالو كي داير ونشوفوا الكودو نتاعو كي داير، وموراها نشوفوا لي كادو اللي غادي ان شاء الله نقدمها للمتابعين ديالي الاعزاء. ولكن هذيك ديما كنبغي نقولها ونعاودها ونسطر عليها، بالنسبه للتليفون راه بون اوكازيو، يعني ماشي جديد 100%، تليفون بون اوكازيو. غير اللي تسالوا عليا انه تليفون نقي قبشه ما فيهش الكونفيونس 100%، ديفو ما كاينش، تليفون يعني تحس به بلي كيما نقولوا باقي غير نقولوا عليه جديد وصافي، هادشي اللي باقي. يعني تليفون نقي، غرام تاع الديفو ما فيهش، ما نقبوش ما حتى حاجه، يعني تليفون تبارك الله باقي نقي 100%. انت الحاجه الوحيده اللي خصك ديرها هي انك تزيد تشري له غير الشارجور باش ترجعه صافي. هذا هو التليفون، الحاجه الوحيده اللي كتنقصو هي الشارجور، انك تشري له شارجور بواحد 40 درهم ولا 50 درهم باش ترجع صافي، هادشي اللي كان. اما التليفون كامل مكمول. بون غادي ان شاء الله دوك نفتحوه ونشوفوا الشكل نتاع التليفون ديالنا كي داير. بسم الله. فوالا الباط تاعو دايره هكا. بسم الله. فوالا التليفون ها هو، مخليها انا في السلوفان باش يبقى التليفون نقي، يعني ما يتقبش ما والو. بسم الله.
اللهم بارك. فوالا بالنسبة للتليفون تاعنا هو هذا اللي قدام تاعو. هي بالنسبة للكاميرا تاعو كتكون في القنت كما كتشوفوا معايا. فوالا غير على القنت على اليمين ديال التليفون. بالنسبة للشدة تاع التليفون تبارك الله يعني راه يعمر اليد تبارك الله. وبالنسبة للظهر ديالو كما كتشوفوا معايا فوالا ها هو تبارك الله. الكولور نتاعو بريو. بالنسبة للكولور هو نوار كريستال كحل كريستال. جاي بريو مرايا كما كتشوفوا معايا. بالنسبة للكاميرات فيه ثلاثة نتاع الكاميرات وفيه الفلاش اللي تحت. يعني التليفون صراحة واعر. طبعا تاع السميت التليفون جاي هنايا. المهم فيه واحد ديزاين يعني واعر واعر واعر. ما نكذبش عليكم انا هاد التليفون ما بسقيتش نبيعو. كاين شي تليفونات كتعشقهم ما كتبغيش تبيعو كتصب. لو كان تبقى تخلي عندك واخا انت ديجا عندك تليفون كان تصب تخلي عندك. هذا من دوك التليفونات اللي كنصب نخلي عندي ما نبيعوش. يعني صراحة تليفون واعر بزاف غير تشوفو تعشقه. مقي الكرام تاع الديفو ما فيهش. زوين تبارك الله يعمر اليد. المهم يدي شي مرضي الوالدين. فوالا تبارك الله تليفون واعر كاع. فوالا كما كتلاحظوا معايا غادي نشعلوه. فوالا هانا معرفتش مع الضو كدا غاديش يبان داكشي واضح 100%. فوالا نحاول ما امكن ندير في شي بوزيسيون لي الصورة تبان. فوالا كعرف مع الضو. فوالا هي المنيو ديالو. معرفتش كنحاول ما امكن نميلو على حساب الضو. مع الضو في الضو ما تبان داكشي بيض. فوالا المهم نحاول ما امكن نبين واحد الشيء صافي. صراحة تليفون واعر بزاف. نقي كما قلت لكم. بالنسبة للستوكاج فيها 64 جيجا في الستوك. فيها 4 في الرام. صراحة تليفون واعر. البروسيسور ديالو هي اللي زرعتي. فيه هيليو جي 85 بحال هكدا. كنتمنى يكونو كاتبين هنا في لابواط. الصراحه ما كاتبينش ولكن على حساب انا ما شفت فيه هيليو 580. صراحه واعر كاع. بالنسبه للسيلفي فيه 16 ميجا بيكسل في الكاميرا. الكاميرا فيه واعره يعني صراحه زوين. المهم تليفون تبارك الله حتى حاجه ما كتعيب. تليفون واعر بالنسبه اللي باغي يكسب. ينسى التليفون ينسى انه يمر اخر يكسب تليفون اخر من غير لاش نهار حتى هو باغي كيما نقولوا باغي غير يكتلو صافي. اما التليفون تبارك الله ما شاء الله عليه يعني تليفون هائل جدا جدا جدا. فوالا شركة اوبو تليفون A54. بون هذا هو التليفون ديالنا كما كتشوفوه في لابواط ديالو. دركي غادي نشوفو الهدايا اللي غادي تجي معاه باش نشجعوكم باش تبقاو ديما بالمتابعين ديال القناة ديالنا ان شاء الله يا ربي. الله يا ربي الله. اول هدية بالنسبة للهاتف هي بوشيطة ترونسبار. هذه واحد الهدية اللي بسيطة باش تضمن 20 درهم. فوالا هدية بسيطة. دي أول هدية. وثاني هدية ليكيت بلوتوث من نوع البرو 5. يعني تقريبا هاد البرو 5 هادو صراحة واحد ليكيت زوينين. جايين صغار مجينش كبار يعني غير صغار مطريفين. فيهم صوت مجهدين في الصوت. فيهم صوت صافي. غادي نفتحوهم باش تشوفوهم كي دايرين للداخل. فوالا كيجيو هكدا كيما كتشوفو معانا. كيكون فيهم الكابل لتحت كيكونو لابواط تاع ليكيت الفوق. فوالا
هذه هي لا بواط نتاع ليكيت. فوالا نفتحوها. فوالا انت ان فوا كتفتحها كتشعل وجايين صغار داكشي صغير بزاف. فوالا كما كتلاحظوا معايا زوينين صراحة ظريفين الصوت فيهم يا سلام. تقدر تهضر بيهم تمسك بيهم. مهم واعرين بزاف بزاف كيشدو لا شارج. الصوت زوين ظريفين. مهم كادو واعر بزاف كاع. فوالا كنتمنى يكون هذا الكادو نتاعي اللي قدمته لكم يكون عجبكم يكون في المستوى. فوالا كان كادو لي كيس بلوتوث وكاين لابوشات نتاع التليفون وكاين التليفون. بالنسبة للثمن كما قلت لكم هو الثمن تاعو في الجديد ديال 180,000 وفي الكازيو داكشي اللي بحثت انا لقيت بلي الثمن كيتراوح ما بين 150 145 140 فوالا على حسب القوانين ديال التليفون. تقدر تلقى حتى قل بهذا الثمن ولكن كتلقى التليفون كيدق ان شاء الله حقا شحال ما كان التليفون كيدق الثمن ديالو كيكون طايح كيكون مقباش كيكون مثلا كان غير مقبش ما فيه حتى ديفو ولكن غير مقبش راه كيكون نقص في الثمن تسمين يكون نقي ما فيه لا قبش لا والو ما فيه لا ديفو لا والو كيكون الثمن تاعو 150 145 هاد الشوية. بو الثمن اللي غادي نقدمو لكم ان شاء الله انا غادي نطيح لكم لا غادي نقول لكم لا 150 ولا 145 ولا حتى 140. الثمن اللي غادي نقدمه لكم ان شاء الله هو هذا الثمن ديالو 135,000 1350 درهم. يعني بالنسبه لي كنتمنى ان يكون نقص لكم الثمن على الناس واكيد ماشي الجميع فقط المتابعين اللي متابعين القناه واللي كما كنت متوفر فيهم الشروط من كليكين على الجرس مابوني عندنا في القناه ديما كيديرولنا لي جيم لي كومونتير وكيبارطاجيو مع لي زامي ديالهم. وكما قلت لكم يعني الثمن هذا لكم اللي هو ناقص الثمن الحقيقي اللي كيتواجد في السوق زائد الهدايا اللي هي بوشيطة تاع 20 درهم وليكيت بلوتوث برو 5 اللي كيتراوح الثمن تاعهم ما بين 120 درهم حتى 150 درهم. الناس غادي يبو كل واحد شحال كيبيع حيت كل واحد شحال شاري وعلى حسب المنطقة كما قلت لكم وجدة كازا الرباط سلا اتمنى ما كتكونش تقريبا كتكونش نفس الأثمنة على حسب الترونسبور على حسب شحال من حاجة داكشي علاش الثمن كيتغير ما بين 5 دراهم 10 دراهم 10 دراهم حتى 20 درهم. يعني صافي حيت كاين اللي شاري الشريه الأولى كاين اللي شاري الشريه الثالثة كاين اللي شاري الشريه الثالثة هادي هي اللي كان بو. كنتمنى ينال الإعجاب نتاعكم هاد التليفون هذا وكنتمنى لي كادو يكونوا عجبوكم. ما تنساش إلا بغيتي تستافد نتايا بحالك بحال المتابعين ديالنا تستافد بهاد العروض الجميلة اللي كيكون الثمن تاع لي زارتيكل اللي كنقدمو لكم يعني مهما كان التليفون أو لا أكسسوار ديال التليفونات أو لا أي حاجة اللي كنقدموها هنايا كيكون إلا بغيت تستافد باش أنك حتى يكون الثمن ناقص تدي واحد الثمن اللي هو منخفض على الثمن الحقيقي ديالو. ومن بليس بعض المرات كنقدمو هدايا بحال هكذا كما درنا اليوم في التليفون أوبو 54 قدمنا لكم بوشيطة كهدية وقدمنا لكم واحد لي كيس بلوتوث كما كتشوف معايا راني لابسهم اللي هما برو 5 حتى هما هدية فقط للمتابعين ديالنا. الا بغيت حتى انت تستافد بهاد الهدايا هذه الجميلة ما عليك الا تابون عندنا في القناة وتكليكي على الجرس ودير جيم وكومونتير يكون زوين بحال وجهك ان شاء الله وتبارطاجي حتى انت مع لي زامي ديالك باش حتى انت تبقى تستافد بهاد العروض الجميلة جدا اللي كنقدموها للمتابعين ديالنا. بو غادي نهز التليفون تاعي وغادي نحاول ما امكن ندير لكم واحد الدوره على هذا التليفون كامل باش تشوفوه مزيان به بلي كادو اللي فيه وكنتمنى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بالنسبه اللي بغى التليفون هذا يتصل عليا بالنمره فوالا هي النمره تاع التليفون ديالي يتصل بيا باش ياخذ التليفون الى كان باقي. بو ما تمشيو فين ندير واحد الطلع على التليفون وتما نودعكم ان شاء الله الى كتب الله. فوالا احبابنا كما وريتكم ديجا التليفون تاعنا هو هذا
صراحة تليفون زوين بزاف، بريون، اللون نتاعو نوار كريستال. صراحة هو التليفون جميل جدا جدا، نقي، كونفيونس، غرام تاع الديفو ما فيهش. فوالا بالنسبة للابواط نتاعو هي حتى هي يعني محتفظ بها كما كتشوفوا معانا. عندنا هنايا هذا الكتالوج ديالو كيجي في هاد لابواط هادي. فوالا كتالوج تليفون، لابواط. بالنسبة لهادي واحد الهدية بسيطة اللي هي بوشيطة نتاعو نتاع التليفون ديالنا اوبو 54، وهذه هدية كنتمنى تكون في المستوى اللي هو كيتمان بلوتوث من نوع برو 5. كنتمنى تكون هذه الهدية في المستوى، تكون عجبتكم. فوالا بالنسبة للتليفون تاعنا كامل به بالهدايا ديالو هو هذا. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، و يكون حتى الهدايا يعجبكم، ويكون حتى الثمن ان شاء الله يكون في متناول الجميع، حيت حنا كنخدموا مع الجميع ماشي مع الاغنياء وماشي مع الفقراء وماشي مع المتوسطين، كنخدموا مع الجميع. بغيت غني، فقير، متوسط، كل شيء نبغوا نخدموا معاه. كنتمنى يكون هذا الهاتف في متناول الجميع ان شاء الله يا ربي، حيت هو صراحة تليفون زوين، والثمن حاولت ما امكن نقص لكم الثمن على الثمن الحقيقي اللي متواجد في السوق. وكنتمنى يكون هذا الشيء عجبكم بزاف ان شاء الله يا ربي. فوالا احبابنا، كنتمنى كما قلت لكم يكون عجبكم الفيديو، تكونوا استمتعتوا معنا في هذا الفيديو هذا، ويكون عجبكم هذا العرض اللي قدمته لكم ان شاء الله يا ربي. فوالا الا كنت اول مره كتفرج في القناه ديما نعاودها، الا كنت اول مره تفرج في القناه وبغيت تستافد حتى انت معنا بهذه العروض هذه، ما عليك الا تابونا في القناه وتكليكي على الجرس ودير جيم وتبارطاجي مع لي زامي ديالك ان شاء الله، باش حتى انت تستافد من هاد العروض هادي، تبقى دي لي زارتيكل بأثمنة مناسبة يعني منخفضة على الثمن الحقيقي نتاعها اللي كيكون متواجد في السوق. اون بليس بعض المرات كنديرو، استغفر الله، كنديرو كنقدم لكم هدايا مع الارتيكل هادي يعني كشكر لكم على حسب الدعم اللي كتدعمونا في القناة، على حسب لي جيم ولي كومونتير ولي بارطاج، وعلى انكم تابوني معنا في القناة. بون، شكرا لكم بزاف 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 بزاف. ما تنساوش اللي بغى التليفون، النمرة نتاع التليفون تاعي هي، يتصل بيا باش ياخذ ان شاء الله. بون، السلام عليكم.